جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا له شأن امرأتين إحداهما أكثر من الأخرى صلاة وصياما وصدقة، إلا أنها في النار عياذا بالله، والأخرى أقل منها صلاة وصدقة وصياما، هي في الجنة، فتابعوا معنا لتعرفوا القصة. ولكن قبل البدء مشاهدينا الكرام، نرجو أن تشتركوا معنا في قناتنا الثانية، قناة كنوز. كنوز قناة تهتم بالقصص الإسلامية وقصص الأنبياء عليهم السلام. رابط القناة تجدونه في وصف الفيديو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وفي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار تطوعا وقربة لله وتفعل وتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها وتعتدي عليهم بالقول السيء، هي من أهل النار والعياذ بالله. أي إن كثرة العبادات والطاعات لا تغني عن صاحبها إذا ما تداخل معها إيذاء الآخرين، وبالأخص الجيران، حتى لو وقع هذا الإيذاء بالقول دون الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تصلي المكتوبة، أي تقتصر على الفريضة على عكس المرأة الأولى التي تكثر من النوافل والصوم، ولكنها لا تؤذي أحدا من جيرانها بلسانها ولا تعتدي عليهم بالقول السيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وذلك ببركة إحسانها إلى جيرانها، وأنها لم يقع منها ما فيه معصية، أو على الأقل أنها لم تسئ إلى جيرانها، لأن مدار أمر الدين على اكتساب الفرائض واجتناب المعاصي. وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحلي بالآداب والأخلاق الإسلامية القويمة التي تزيد الألفة والمودة بين المسلمين، ومنها عدم إيذاء الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي من كان يؤمن بالله عز وجل الذي خلقه إيمانا كاملا حقا، وكان مؤمنا باليوم الآخر الذي إليه ميعاده وفيه مجازاته بعمله، فلا يؤذي جارا له بلسانه ولا يعتدي عليه بالقول السيء. قال رسولنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة الصوامة القوامة التي تؤذي جيرانها: هي من أهل النار، لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها والعياذ بالله. اللهم أدبنا بأدب قرآنك الكريم، وأدبنا بأدب نبيك الكريم محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم. اللهم ربنا وعلمنا وفهمنا، اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حياة على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.